مرحبا بكم في حلقة جنان للا. وضيفتنا اليوم جاتنا من جبال لوراس، تحديدا من منطقة باركة. مرحبا بك الأخت حدة. مرحبا بك، عايشك. طيب واسمو شرفتينا، والله العظيم شرفتينا باللباس بالأكل تاعك اليوم. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. وش حتقدمينا اليوم حدة؟ راح نقدم لكم أكلة معروفة في بلادنا، قبل كانوا يخدموها ما تحتاج لا ماشينة لا لحم لا الجاج، لا كان هذا الوقت هذا بعد في البرد هكذا يطيبوها دائما. الله يبارك. وش نحتاجه؟ اللي هي ما قلنا لهمش الاسم تاع الوصفة. المقطعة معروفة، المقطعة عندنا في المنطقة تاعكم. هي معروفة. هي وش نسحقوا لها هنا؟ نحتاجوا دقيق لازم يكون أرطب، يعني كان نغربلوه نحتاجوا الأرطب، نحتاجوا بصل، طماطم حب، مرحية، طماطم باط، نحتاجوا راس الحانوت، فلفل أحمر حار، ثوم، والقاوجة. احنا نقولوا له قاوجة، الفلفل الأحمر هذا. هذا الصغير هذا. هذاك هي. أي ما هذا اللي يكوي. هذاك. لازم تجي حارة. لازم تجي حارة. وهذاك الفلفل الصغير. الله يبارك. والزيت. دونك واش نواسيو دوكا نبداو دابور نحضروا لاباتي. أول حاجة نعجنوا العجينة هي الأولى. يعطيك الصحة. نجوزوهم مالا. احنا نوريو لهم غير يعني كيفاش راح يواسوا العجينة. بدك شامل بدك شامع. هنا العجينة لازم تكون يابسة شوية. يابسة باش نقدرون نخدموها. يا خي نديروهاش مطلوقة وندلكوها، لازم تتدلك. ندلكوها ونخلوها تريح. نخليها تريح. وحنا بيان سيغ شاطرات. حدا يا حصاح دارت لنا المقطعة، المسلوخة، المدلوكة، كل درناهم. نزيدو شويه. دونك نوري لهم غير القوام تاع العجين كيفاش يجي. وكما قالت ما سحقوا لا ماشينه لا والو، حنا ندوزنوا في المرقه. ولكن دوزنوا المرقه تكون انت وجدتيها، ولكن دوزنوا ديجا قطعناها واجده. خلاص فوالا، يعني يكون عندنا الحاضر باش نبداو نمرقوا. مع ما نخليوش بالك يطيب بزاف هاد. باسكو انا مارفا كي نقول لكم هكذا خاطش توجور نهضر معاهم كيفاش يديروا لا غوسيت اي تو، دونك يعلموني بريفيوني شويه. وحنا الشاطرات وجدنا، دونك نخلوها هكذا شويه يابسه تكون هكذا. تخي بيا. هنا ما بين العجينه تاعنا ترتاح راح نوجدوا لاصوص. لاصوص عندنا بصله مقطعه هادي. هنا كاين اللي يحبوا مقطع، كاين اللي يرحيه في الروبو. عندنا بصل على حسب الذوق. عندنا الثوم. هيك. عندنا طماطم الحب مسكروجه حبه. هنا عندنا راس الحانوت. شوفي غير ديري راس الحانوت شوفي الدنيا حار. هي ديجا تبان الريحه. هذا حار يا اخي. هي حار، لازم حار. هي الاكثر شغل هذا الوقت تاع الخريف اللي يكون فيه المرض ويكون. صح طماطم تاع هذا مليح كي ياكلها هكذا سخونات. سخونه وحاره مع لاغريب ومع تنحي شويه. الملح درتي؟ هاي درت الملح ثاني برك الزيت هاكي. هذه شغل تقعدي راكي في تما في الكوزينه، ما تخرجي ما تدخلي حتى يوجد البلا. شوفي احنا الاغلبيه ما يديروهاش عشاء ولا غدا، شغل عشيه يديروها غوتي. العشيه توت سويت توجديها، ما فيهاش حاجه صعيبه والله وتتكل. هي بان تخي بيان، شغل ماشي مشروط يكون وليو قهوة تاع العشية يديرو هادي. هي خير ما ياكلوا السكاكر. هنا نمرقوا بالماء وما فيهاش لحم. متحتاجش يعني لحم. الله هنا نخليو البصل يتقلى شوية. هنا ما بين لا وجدت لاصوص تاعنا تغلي شوي نكونوا قطعنا المقطع تاعنا. يعطيك الصحة. نحي لك هادو اسكو تحقيهم. خلاص هاي. خلاص هاي. دوكا تقدري توجدي المقطع تاعك. نوريو لهم برك الطريقة حيت حنا كنا وجدنا. خليت لك هنايا شوفي ما شتيهمش. خلي درتهم لك هنا. هكذا. هنا بعد ما ارتاحت راح نخدموا بالسميد. نفس السميد اللي عجلنا به. سميد رقيق. هاي.
مع اللي نفتحوها قرصة كي تريح راح تكون تطلق روحها أكثر. دونك نعاونوها نعاودو نشفوها شوية بال لازم السميد. السميد إيه. هادو هما الوصفات اللي لازم يعني نخلوهم ونعملوهم مع بعض. معروفة تاع جدودنا يعني. ايه. ما نتخلاوش عليها. والله يبارك مازال انت راكي صغيرة وراكي شديتي الصنعة واليوم جيتي تقسميها مع المشاهدين. يعيشك. هكذا يعني ما حتى ولا ما كناش في هذيك المنطقة مليح واحد يتعلمها باسكو راهم فريمون سي دي زانغريديون اللي بسيطين بسيطين وموجودين في كل بيت. يعطيك الصحة. هنا راح نقصوها على ربعة. شغل نديروا لها الفيطاج بالسميد. بالسميد. يا أخي. وهنا ما تحتاجيش كميه كبيره من السميد والله قرصه واحده قادره تدير لك الله يبارك صحن. زاكيه هي معلي على بالهم حنايا وجدنا يعني المقطعه نوري لهم برك طريقه اسنان طريقه برك تقطيع سي امبورطون مهم يشوفوا لو فاسوناج كيفاش نواسيو وكيفاش نعملوها باسكو هذا هو الصح كامل في الوصفه سهله ما فيهاش يعني حاجه صعيبه والله هنا كيف راح نطبقوها نطبقوها كشغل الكاري ايه ندوروها هكذا شغل انغولو هاكو تشوفوا دوك هكذا لله يبارك ما كان ني ماشينا ني تريسيتي ني سيدي زكري هنا نبداو نقطعو نحيو هذا الاول شوف الله يبارك تخرج خيوط انا نحط لك هذا معليش هنايا هكذا نرفدو راكم تشوفوا وصفة سهلة وبنينة تقليدية أصيلة الله يبارك شوفوهم دوك كيفاش يخرجوا لي تاغلياتيل تاع لي زوغيس يعطيك الصحة شوفي برك القدرة هذيك بالك تشيطنا نديروا لها المرقة هكذا باش هاك ما نحرقتيش حدا نجبدو هذه اللي وجدتيها لهنايا هنا كون ديجا فيها كميه من السميد نجيبو غربال نغربلو السميد هذا كيطيح الفايد هنا لاصوص تاعي بعد ما وجدت غلات وكملت راح نلوحو فيها هذا المقطع ديريكت ما تزيديناش الماء حدا لا نزيدو لها هي مالها كي نزيدو لها خلاص هي هنا نمرقوها كيما نقولو حنا نمرقوها نمرقوها ما نكثروش الماء باه لاصوص تاعي تبقى ثقيله وي مع اللي فيها سميد قناه تزيد تختار شويه هنا ديجا عندنا الواجده حده شاطره وجدت لنا دونك هذا اللي راح نواسيوه في المرقه كي تغلي فوالا دوك حنا نخليو هذا نخليو المرقه تاعنا تغلي شحال تقعد باش تطيب حده 10 دقائق 10 دقائق كيما لي بات تاع السوق يا اخي 8 دقائق بدات تختار برك خلاص نطفو عليها خلاص حنا راح نستناو تكمل الطيب من بعد نعود ونرجع لكم على مائدة التقديم إن شاء الله شوفي من اليوم القهوة تاع الشتاء نغد نديرها هكذا في الشتاء مقطعة مقطعة ولا غير هايلة مقطعة فريمون يعطيك الصحة بواحد الريحة ما عندي ما نقول لك ونقدر ندير لها شوية زيت زيتون من فوق تقدري هاي مليح يا أخي هذه دوكا أنا اللي نقوم بها تعرفوا كنت كي قلت لها واسمك قالت لي واسمي حده ومن بعد حكات لي ليستواغ نتاع الاسم تاعها وعلاش يسموه زمان حده صح والله وعلاش يسموه حده هذا باش لازم يقول لك باش يتحد المراه من الاولاد زعما ما تجيبش البنات تجيب الذكوره من بعد حده يعني حدي حبسي يعني من البنات هما هكا فكرهم قبل تحد من البنات ومن بعد تجيب الذكوره كيما انا ما زي ما زوج بنات انا الثالثه جدات بابا هذه حده الله يرحمها ديجا اسمها حده شغل حدا باه حبسي ما تزيديش من البنات ريتي ها صاي دوك لا ماما يسمو لك كثره باسكو علاش باسكو دوك مناح البنات وي طفله فريمون يعني سورتو كي تكون هكذا الله يبارك شويه تراكي منتيا دونك بكري باش يحدوا شوفوا النيه تاعهم تاع زمان كي تولد المراه بزاف البنات وتحب زعما دير الفال باش تجيب الكوره تسمي لبنتها تسميها حده فوالا يعطيك الصحة على المعلومة أنتوكا شرفتينا بزاف يسلمك يعيشك وتحياتي كامل لمنطقة الوراس ومدينة باريكا يعطيك الصحة على الوصفة
وان شاء الله بالصحه والهنا. كان عجبك الحال عندنا هنا. لا ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم الصحه ثم ثاني حسن ضيافه وشكرا على الملحفه. بالصحه والهنا تهبل خرج عليك بالصحه والهنا بزاف. انا مدتها لي درتها لي هكذا بالدوغي وهي درتها بالفضه والزي الامازيغي. يعطيك الصحة وإن شاء الله نتلاقى وأنا وياك مازال الحصص إن شاء الله القدام بإذن الله. فوالا إن شاء الله تكون عجبتكم حصتنا اليوم، غنية من المعلومات ومن عادات وتقاليدنا، وما نقول لكم غير ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير ونتلاقى إن شاء الله في حصة قادمة.